مشاهدينا الكرام، اهلا بيكم وعوده وحلم الاضواء ومتابعه لكل ما هو جديد في عالم كره القدم، سواء الدوري الممتاز او القسم الثاني او الثالث وباقي اللعبات. غبنا عنكم شويه لكن عدنا من جديد، وان شاء الله نعود بشكل افضل. يمكن احنا الحدث النهارده اللي واخدنا كلنا هو مباراه الاهلي والمصري في السوبر، هو النهارده اللي على السطح بنقول دلوقتي مبروك للنادي الاهلي، فوز كبير وبطوله جديده داخل دولاب النادي الاهلي اللي الكل بيشيد به انه اصبح مليء بالكثير من الجوائز. طبعا احنا خلال الحلقه هيكون معانا ان شاء الله الاستاذ علي السيسي الناقد الرياضي، ولكن بدايه بنقول مبروك للنادي الاهلي، بطوله جديده واول بطوله في ظل قياده الكابتن محمود الخطيب للنادي الاهلي، ودي بيبقى لها رونق تاني خصوصا لما بيكون رئيس جديد وبيكون بقاله اكتر من شهر او شهر وشويه، وبعدين يحصد بطوله وقبل البطوله فوز كبير على نادي الزمالك 3-0، ده طبعا بيخليه يتفتح نفسه شويه للشغل. اسئله كتير طبعا حوالين تراجع مستوى الكثير من الانديه في مصر، سواء الاسماعيلي الزمالك وسطوع النادي الاهلي واستحواذه. اكيد الايجابيه اللي موجود فيها النادي الاهلي وان هو مستمر حتى لو كان هناك اقاويل كتير حوالين الكابتن حسام البدري او حوالين بعض لعيبه النادي الاهلي، ولكن هو في الاول وفي الاخر بيحقق بطوله، ودي النتيجه. 2 زائد 8 بتساوي 10، 9 زائد 1 بتساوي 10، المهم النتيجه. النتيجه كام؟ 10 من 10. نلقي اضواء كده على فوز النادي الاهلي بهذا البطوله على حساب المصري بهدف ايزارو، وهنتكلم خلال الحلقه على صحه الهدف من عدمه. الاهلي فعلا تعتبر دي اللقب العاشر في بطوله السوبر من اصل 15 نسخه، يعني لحد النهارده 15 نسخه، الاهلي حقق 10، يعني يعتبر الثلثين البطولات اللي هو ثلثي اجمالي القاب احداث المسابقات المحليه في مصر. يمكن المباراه يعني باختصار يعني كان فيها حوالي 26 محاوله تهديف للاهلي مقابل 10 للمصري، ويمكن احنا نشوف حاجات مع بعض وانا بتكلم. الاهلي عمل 20 تسديده المقابل 5 للمصري، مما يعكس التفوق الكامل للنادي الاهلي، وهي دي الحقيقه. يعني لما نيجي نبص للاحصائيه اللي احنا مطلعينها بنقول ان الاهلي يعني كان راكب الماتش كله. يمكن اللي انا اتذكر ان النادي المصري راح بهجمه او 2 أو 3، كان عامل استحواذ جيد على الكوره فريق النادي الاهلي، حتى ما سمحش لفرقه حسام انها توصل لمرمى النادي الاهلي. يمكن وليد ازارو هدف جديد بيمنع كلام كتير عنه، رغم ان هو المستوى بتاعه او كتير من الناس اللي بتقول ان مش هو ده وليد ازارو اللي اتعاقد مع النادي الاهلي، هو افضل من كده بكتير، لكن رغم كده وليد ازارو حقق اهداف في كل البطولات اللي هو اشترك فيها. يعني هو اشترك في بطوله البطوله العربيه، هو حقق 5 اهداف في البطولات المختلفة، يمكن سجل في البطولة العربية هدف، وفي دوري ابطال افريقيا 4 اهداف، وفي الدوري المصري 9 اهداف، وكاس مصر هدف، والسوبر المصري هدف. يعني المجمل بتاعه اصبح النهارده 16 هدف كافضل هداف في الكرة المصرية هذا الموسم، رغم ان احنا بنتكلم عليه مستواه مش مظبوط وعليه اقاويل، وفي جبهات تقول كويس وفي جبهات تقول ما يليقش بالنادي الاهلي، ولكن النتيجة زي ما احنا بنقول ايه؟ 10 من 10. يعني حقق 16 هدف. النهارده في ناس مدفوع فيها ملايين في النادي الاهلي، مدفوع فيها ملايين في النادي الاسماعيلي، ما جابوش 16 هدف في مجمل البطولات اللي هو شارك فيها. ده برضه مش هحسبه كل الوريد ازاره، يعني هو برضه معاه تيم كويس او معاه ناس بتخدم عليه كويس او في ناس شايلاه كويس. حتى لو احنا بصينا على وليد لما بيجيب هدف او بيعمل لعب او بيضيع حاجه، بنلاقي لعيبه النادي الاهلي مسنداه جوه الملعب، ودي من الحاجات الكويسه جوه النادي الاهلي. يعني رغم ان احنا او انا شخصيا ليا علامات استفهام كتيره جدا جوه النادي الاهلي، سواء في الاداره او في الفريق الاول، ولكن لابد من الاشاده بالايجابيات اللي موجوده جوه النادي الاهلي. فعلا اللعيبه بتساند اللعيب اللي بيدخل في وسطها، يعني من يوم ما دخل وليد جوه فرقه النادي الاهلي واللعيبه بتسانده، حتى الفرد اللي جنبه بيسانده، ودي اللي بتكسب النادي الاهلي، لان طول ما هنا كويس لازم تحقق بطولات. لما نكمل الاحصائيات بتاعة النادي الاهلي عشان ندي للباقي كلهم حقهم، يمكن في المقابل طبعا المصري اعتمد على لاعب الوسط اللي هم ما قدروش يحتفظوا بالكوره او انهم يوصلوا مرمى النادي الاهلي، زي اسلام عيسى ووليد حسن وجريندو، وما شكلوش اي خطوره مع احمد جمعه اللي هو كان يعني بيعتمد عليه اعتماد كامل حسام حسن. حسام عاشور حقق بسم الله ما شاء الله، يعني هنقول 5 وخميسه
حقق 33 لقب مع النادي الاهلي، ما حققهمش اي نادي. يعني احنا لو بصينا للنادي الاهلي محقق كام لقب، هنلاقي حسام عاشور محقق اكتر من نص الالقاب اللي حققها النادي الاهلي. ليصبح اكثر لاعب في مصر في التاريخ حظا للالقاب، وفي المركز الثالث عالميا بعد الوليزي ريان جيكس 36 والبرازيلي ماكسويل 35. الاهلي يمكن حقق الثلاثيه المحليه، يمكن هو حققها مع الكابتن او مستر جوزيه، يمكن اول مره يحققها مدير فني مصري وهو حسام البدري، رغم ان اللي بيحققوا كلهم عليهم كلام. يعني الفتره اللي فاتت كان في كلام كتير جدا على حسام البدري، ان هو ناس تقول لك لا ما الاهلي ما وصلش لمستواه، الاهلي معاه قليل، ولكن في الاخر هو بيحقق بطولات حسام البدري. طبعا انا بتكلم في كل الاجابات بتاعه النادي الاهلي، لان هيكون معايا طبعا استاذنا الكبير والناقد الرياضي الاستاذ علي السيسي، هنتكلم وكل واحد له رؤى، لابد ان ناخد كل الرؤى لنوصل للشكل السليم للاهلي للزمالك للاسماعيلي. هنتكلم في اكتر من موضوع. حسام البدري يمكن حقق لقبه السامي، زي ما انا بتكلم على حسام البدري، رغم ان هناك كلامي على حسام البدري في جهات تقول حسام البدري لا يليق بالنادي الاهلي، وان مستوى الفرقه مش هو المستوى السابق خلال السنوات اللي فاتت، لكن هو في الاول وفي الاخر بيحقق بطولات. حسام البدري حقق لقبه السامي مع الاهلي، واصبح اول مدير فني مصري يحقق الثلاثيه المحليه بعد ان حققها البرتغالي جوزيه في المرتين السابقتين في 2006 و2007. وكده ده انجاز انا بعتبره لحسام البدري. وحتى لو كان هناك اتجاه في مجلس الاداره لتغيير حسام البدري، هو مش مديهم فرصه بامانه. حتى لو كان المستوى، وانا متفق وده رؤيتي، الاهلي فنيا جوه الملعب مش هو النادي الاهلي اللي احنا نعرفه، ولكن في الاخر بيحقق البطوله سواء لضعف في مستوى الفرق اللي قدامه او لانه هو بيعرف ازاي يكسب. الاهلي رفع رصيده الاجمالي 130 لقب محلي ودولي على قمه انديه العالم. انا يمكن دي بنقول مبروك للنادي الاهلي، ان شاء الله موفق دائما. والاهلي الزمالك الاسماعيلي هم وباقي الانديه هم المرايه بتاعه الكره المصريه. كل ما يكون الانديه ديت كويسه وبتحقق، بتعود في الاخر على مصر، واحنا يعني خلاص بنقترب من كاس العالم ان شاء الله، ونتمنى ان احنا نخرج من حاله الياس اللي احنا فيها ونقول نطلع بس دور ال 16. انا متوقع ان شاء الله ان احنا نعمل كلام كويس جدا، خصوصا بعد حصولنا في الاحتفال اللي اتعمل في الاتحاد الافريقي كاحسن منتخب واحسن مدير فني واحسن لاعب. والكلام ده كله هنتكلم مع ناقدنا الاستاذ علي السيسي الناقد الرياضي الكبير. فاصل ثم نعود ونستقبل ضيفنا الكريم. يعني طبعا في اعتذار من النادي الاهلي، بس هذا الاعتذار لا يكفي.
لانه وقف الواد اللي صور والواد اللي يعني انت وقفت اللي صور قله الادب، لكن مين اللي قال قله الادب ما تعاقبش. فاحنا هناخد اجراءاتنا طبعا، بنشكر طبعا الاخ الخطيب على انه خد هذا الاجراء، لكن في الولاد اللي قال ادبهم في اجراء هيتاخد معاهم وهيترد عليهم في الوقت المناسب.